السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا عارفين ان جوجل هو صديق البحث عن المعلومات زي ما ابو وردان صديق الفلاح. طيب بس لما تيجي تعمل بحث علمي فانت محتاج تفلتر بحيث ما يجيلكش المواقع الاخبارية وما يجيلكش نشرات وما يدخلكش على فيسبوك ويدخلك على معلومات غلط وهكذا. فمحتاج ان انت تدور في المواقع العلمية المحترمة اللي هي بتتراجع قبل ما تنشر. فاحنا مع بعض هنشوف بعض المواقع في البحث العلمي ان شاء الله تعجبك. بداية جوجل سكولر. جوجل عاملة موقع خاص بالبحث العلمي اسمه جوجل سكولر. طبعا مثلا هندور مثلا على كلمة مثلا sustainability. تمام. طيب على اساس انت لما تيجي تعمل بحث لازم تشوف الناس وصلوا لايه. فانت بتبدأ تكتب مثلا sustainability construction مثلا. تمام. وتبدأ تشوف الابحاث دي. هتلاقي هنا بي دي اف تعرف ان ده هنا في ان انت تفتح البي دي اف بتاعه او تحمله عندك على الجهاز. تمام. ودي اشهر الموقع. يعني هو بيعمل بحث في المواقع التانية. ما انت بترفعش كتب بتاعتك على جوجل سكولر. هو بيقعد يدور في محركات البحث اللي موجودة. ممكن تقول له انا عايز الابحاث 2020. عايز الابحاث 2019 2020. يبدأ بقى يعمل لك فلتر ويجيب لك الابحاث. هو بيشوف لك الابحاث القوية ويبدأ يجيبها لك اللي فيه كذا حد استشهد بيها. طبعا لما تلاقي حد مثلا 24 بحث استشهد بالبحث ده معناه ان هو قوي. لما تلاقي زيرو يبقى ملوش قيمة. ده مثلا تم الاستعانة بيه مثلا مرة واحدة. ده ال 24. طبعا كل ما الرقم يكبر كل ما يكون افضل. فانت تبدأ تشوف البحث دوت. وفي حاجات بتلاقيها موجودة ببلاش. وفي بعض الحاجات بتبقى فلوس. في موقع اسمه اكاديمي ايديوك Educational. ده ممكن برضو من محركات البحث اللي تقدر تبحث فيها عن المعلومة الصحيحة. لو انت بتعمل بحث علمي لازم تشوف الناس اللي قبل ليك وصلوا لايه. فانت ممكن تعمل سيرش وتبدأ تحمل مثلا 10 كتب في المجال دوت في اخر مثلا سنتين. تبدأ تشوف الكلام وركز على المقدمة وركز على الخاتمة. المقدمة عشان تاخد نبذة عن الموضوع. الخاتمة عشان تشوف البحث ده كان ليه ناقصه. يعني المفروض بعد ما خلص الرسالة تقول له الموضوع ده كان في مثلا 5 عوامل احنا ناقشنا منهم 2 وفي 3 عوامل ممكن حد يكملهم في البحث اللي بعد كده. وتقرا الفهرس. ممكن الفهرس تلاقي كل الكلام تعرفه وفي نقطتين او 3 يشدوك تبدأ تقراه. طيب في موقع مثلا ده مثلا ملف احنا كنا لسه فاتحينه هنا مثلا. ده برضو ملف احنا فاتحينه زي ما انت شايف. تقدر تفتح وتقرا مجانا بدون اي مشاكل خالص. طيب لو جينا نشوف هنا اسك ده برضو تقدر تعمل بحث على كلمة انت عايزها اللي انت بتدور عليها وتقول له سيرش ويجيب لك الابحاث وتقدر تحمل زي ما انت عايز. ورفسك كل الحاجات دي هتلاقي اللينكات بتاعتها اسفل الفيديو فتقدر تشوفها زي ما انت عايز. فيرتشوال ال ار سي برضو حاجات البحث القوية. برضو او سي ال سي برضو تقدر تعمل سيرش على اي بحث هو يبدأ يجيب لك الابحاث الموجودة فيه. طبعا اسهل ان انت تدور في جوجل سكولر بس برضو الحركات دي بيبقى فيها حاجات قويه. ساينس دايركت ده برضو بتبدا تشوف الكيورد اللي انت بتدور عليها او ممكن تدور باسم الاوثر اللي كاتب او تايتل او الفوليوم او الاشيو او الصفحه وهو يبدا يدور لك عليها ويبدا يجيبها لك. ده من المواقع القويه جدا اللي الواحد بيعتمد عليها في البحث بتاعه. وبرضو الموقع دوت اي بي ال. في بعض المواقع ممكن تكون محجوبه او وقعت. انا هحط لكم بس اللي هي ايه شغالين معايا دلوقتي. تمام. برضو الموقع دوت وده ريسيرش جيت. احنا بدانا بموقع جوجل سكولر ونختم بريسيرش جيت. ده من المواقع القوي جدا اللي ممكن تحط فيها البحث وتحط التطوير بتاعه وتحط اللينكات وترفع الصور وتعمل كل اللي انت عايزه. مثلا هتلاقي انا مثلا البروفايل بتاعي تقدر تعمل بروفايل خاص بيك وتبدا ترفع المعلومات. بيقول لي حط بعض المعلومات introduction. كل الكتب او كل المقالات تقدر تحطها هنا. وطبعا ده هيفيدك انت اصلا عامله زي لينكد ان. ممكن لو انت بتدور على شغل في المجال البحث العلمي بتبدا تبعت له اللينك دوت فهو يبدا يقرا ويشوف الابحاث بتاعتك ويطلع على كميه المراجع وكم واحد بيستدل بالبحث بتاعك. فده من المواقع اللي لازم تعمل عليها اشتراك وتبدا هو اشتراك مجاني وتبدا تشوف الابحاث اللي ترفعها. فتلاقي حتى في جزء خاص بالجوبس تقدر تدور على وظيفه او حد يبدا يقول لك احنا محتاجينك في بحث علمي معين. تمام. فدي من اهم مواقع البحث العلمي لو انت عايز
تقرأ شوية قبل ما تختار موضوع البحث بتاعك.